رانديفو عرب، اش معناها مدام؟ معناتها يجيك في الوقت، أمور واضحة، تلقاه يستنى فيك، قبل ما تجي تلقاه يستنى فيك، فوالا. كان باش يعمل روتار بتبيع يعلمك. إي بيان سور، هو ما يعملش روتار، احنا نحكيو على رانديفو أغاب. كيفاش يعمل روتار يا شختي؟ يجيك العشرة، يجيك العشرة ودقيقة. يجيك التسعة غدرجين، يبدا حاضر يستنى فيك، قدرة ربي. يوري لو عكستي لأصبت. فوالا اكزاكتومون وي، مش الناس الكل راه فما عباد عندهم كلمة، أنت والكومبورتمون تاع العبد راهو فهمت، فما عباد عندهم كلمة. معناها الإنسان هذيك تعطيك رونديفو ثمانية تجيك العشرة. صرت تتغشش أنت. كنت نتغشى من بعد جيت نحسب فيها نلقى حكاية زايد. استانست. تقول لي ثمانية نجي العشرة أنا بيتي. كيفها معناها؟ كيف كيف؟ نفس الوضع. تأثرت بها يعني. أكيد. ما نجي ولا شو اسمه نال هذاك لا علي انا العربي لقيتيه مضبوط ترني يعطيك موعد باش يجيك 8 ها معناها يجيك على 12 اربع سوايع بعد اربع سوايع باش يجيك اذا جاء انا عمري ما شفت واحد عملت معه رونديفو جاني في الوقت ديما ب 10 دقائق نص ساعه ساعه ما سلكتها اي والله اللي يقول لك تعيط له في التليفون يقول لك دقيقه اني جاي دقيقة لحظة اني جاي دقيقة اني جاي يعني في الدورة ايه اني في الدورة اني في الدورة اني نشوف فيك ايوا هو ما نعرفينه بعيد عليك ب 20 كيلومتر ولا هذا هو الرونديفو تاعنا العرب الكل نقول لك رونديفو عرب نقول لك وزارة التربية سهل اعطتني موعد لانتدابي في سبتمبر 2022 اوكي جاء سبتمبر 2022 وزاره التربيه قالت لي مانيش ننتدبك رونديفو عراف ولا مش رونديفو عراف هذا كاو قول لي على الاقل علموك قبل اعتذروا منك لا علمونا لا اعتذروا منا خذينا وصل ادماج عن امر هابط في الرائد الرسمي معناتها نستنوا في الصيف فرحانين الناس الكل تحضر اللي باش يعرس اللي باش يخطب اللي وزع في المبروك جاء سبتمبر 2022 وزاره التربيه قالت سامحوني قالت ليه باش نخدمكم متعاقدين بارك الله فيك قلنا لها هانا كنا نعتصموا وان شاء الله ربي يجيبنا في السواب شو قلت؟ هذا يسمى رونديفو رونديفو عراب بيان سور هذا رونديفو اسمع انت رونديفو عراب هنا العربي السيد يعطيك مواد وما يوافيش هاي وزارة التربية عطاتني موعد قالت لي أنا باش ننتدبك في سبتمبر 2022 جاء سبتمبر 2022 ما كتبش المكتوب ايش عمل؟ رونديفو عرب سي با رونديفو رونديفو هو رونديفو رونديفو معناتها انسان يجي في الوقت باسكو لور سي لور هذاك رونديفو عرب سيتادير معناتها العربي ما يجيش في الوقت يجي اون روتار تسمى الرونديفو هذاك عرب مالوريزمون هي حاجه ما تفرحش فهمتني كاو علينا الكلمه باسكو احنا ما تغيرناش كان احنا تغيرنا راه مشات الكلمه اون دوا ترا لور فهمتني كان جيو في الوقت تو تتنحى تو ما عادش تقعد الكلمه دي مي تونك هي فينا سي نورمال باش تقول لك رونديفو عرب تقول الاربعه يجيك الخمسه غير ربع سي نورمال سي تافي نورمال بار كونتر قاوري الخمسه سي الخمسه قول لك لور سي لور افون لور سي با لور اي ابري لور سي ني بلو لور رونديفو عربي انسان ما عندوش كلمه فهمتني يعطي رونديفو ولكن رونديفو ديما كيما مش كيقول لك قاول نعرف اوروبا شكون هو يقول لك كيما نقولوا العشرة صافي دير العشرة يجيك العشرة هو يقول لك رونديفو العشرة يجيك مع نص نهار مش حتى العشرة نص ولا 11 فما عبيد عندها سافاغيتر تعرف كيفاش تعيش تعرف كيفاش تتصرف مع العبيد مثال صارت له واحد سبحان الله يسيروا لي زوبستاكل معناتها يكلمك ويقول لك سامحني جو سوي ديزولي راهو الغالب صارت لي كاهي هذيك هاني باش نجي فهمت وفما عبيد ما يهزش التليفون يكلمك انت والكومبورتمون ديما نحكيو على الكومبورتمون الروتار يقول لك راني في الدوره سي بون راني درت لا يقول لك راني بحذيك في البلاصه الفلانيه راني نشوف فيك راني نشوف فيك اي هو راه مازال في الدار مازال ما خرجش اعطيني نسبه مئويه نتاع الناس حسب التقريب يعني سور احنا ما عندناش الاحصائيات لكن حسب التقريب على 100 قداش من واحد يحترم المواعيد؟ 15% في 100 واحد 15 يلتزموا بالمواعيد انت والله انا واحد من ال 85% ما نحترمش المواعيد صافي بون تمشي روتار كيفاش تتصرف؟ الا مواعيد تاع العمل، العمل راهي تكون مواعيد مضبوطه ما فيهاش لعب مواعيد شخصيه
والله سا ديبون، هي والحكمة الأغلبية لا، صح أمور تاع عمل العمل فيهاش نقاش. باقي الأمور عادي، باقي الأمور عادي، كان فضيت كان عندي وقت، معليش ما كانش وقت. على الأقل إذا كان ما احترمتش الموعد تهز التليفون وتعتذر. لا نهز التليفون ونعتذر و... الله غالب. الحقيقة قليل وانت تبدأ ماهيش مضبوط، قليل قليل يبدأ في ظرف قاهر يمكن، أما الأكثرية الحق نتاع ربي الحمد لله نبدأ أموري واضحة. وانت وضح لك الرؤية وتبدأ واضحة، اسكو انت باش توصل في الوقت ولا لا؟ في الوضعية هذه كيفاش تعمل؟ تهز تليفون تقول وراني باش نتعطل؟ ليه؟ والله ما نضطرش ديما الحق، ما باش نكذب عليك ما نضطرش، مانيش مضطر برشا معناها باش نهز تليفون قراني، قليل على ذاك علاش معناها ما أكثرية ما عنديش برشا أصحاب نقابلهم واحد وكذا فهمتني، ما الأكثرية ديما ما نهزش تليفون ونقول خاطر نعرف روحي نوصل في الوقت جوي مليك. إذا كان تعذر عليك ما نجمتش تحضر في وقتك؟ لا لا أنا نقول نهز تليفون ولا نبعث ميساج ولا أي حكاية. أنت من الناس اللي يحترموا المواعيد؟ الحمد لله الحمد لله. تعطي موعد لشخص وما يجيكش في الوقت كيفاش تتصرف؟ اول حاجه راح نتغش منه نقول له هذه الاولى وهذه الاخرى، انا صحابي بزاف فوتهم على جال الوقت، صحابي بزاف فوتهم على جال الوقت، هذه اول حاجه ما نكذبش عليك. الوقت يلعب، انا عندي في نفسي يلعب دور كبير في حياتي، دور كبير في حياتي، لانه الدنيا هذه راهي لحظه راح نبروفيتي منها، نعيش اللحظه هذيك ونروح، فهمتي؟ هذه هي. فما ناس يتغشوا منك على خاطر انت تغششت منهم، كيفاش ما جاوكش في الموعد؟ ما يهمنيش لانه البيتيز هو اللي عملها مش انا. شويه شويه باش نكذب عليك نقول لك انا منظم منظم، نحاول ديما ننظم، وما ساعات تخليك تلقى ترونسبور ما توصلش ولا تلقى كذا باش تعمل، هما الاكثر منظم الاكثر. شنو اللي يخليك ما تحترمش مواعيدك مثلا؟ والنقل في تونس ساعة تعمل حسابك في ساعة بتاخد تضرب ساعة ونص ساعتين تلقى روحك روتار بنص ساعة. رونديفو أراب بعدين. رونديفو أراب ليش رونديفو أراب صحيت رونديفو أراب بي على الأقل كي ما تمشيش في الموعد تبرر تقول له راني مش تستناني مثلا ولا تعلمه ولا بطبيعة نعلمه نقول له ما خلطتش راني تعطلت راني فهمني فما ولا خل ولا تجي حاجة تارك حاجة كبيرة كبيرة باش نعلمه قبل ما نمشيلوش فهمتني نقول له مانيش نجيك راه فما ناس ما يهزش عليك التليفون جمله فما مي مش ما يكلمك جمله يخليك تستنى وتوصل وما تلقاهاش ونورمال عنده. لكن انت عندك مصالح ديجا عطلتهم بطبيعه الحال، مصالحك عطلتهم عطلت برشا حاجات، مش سهل تعطي رونديو لواحد صافي عندك برشا، مش سهل الوقت صعيب ياسر تو الوقت بحسابه. انا من الناس كي تجيني انت اون روتار اول رونديفو بالاخص تجي فيه اون روتار تبدا الفكره تتبدل عندي، نقول سيت بيرسون اني با ريسبكت با الوقت، والانسان ما يحترمش الوقت ما يحترم حد شيء، خاطر الوقت الباس فيت، احنا حياتنا هي وقت سوايع، دونك سي اون ريسبكت با الوقت ما نحترموش الحياه. الوقت هو ذهب، الوقت سي دلور، فهمتني؟ الوقت كالسيف، ناس كورس كونتر لا مونتر، العباد تعمل فيه دون لو موند، فما ناس 24 ساعه قال لك ماهمش كافيني. ما كفاونيش سي فري تيلمو العباد هذوما كي سون شارجي بالقدا اللي يحترم ما يحترمش مواعيده ما عندوش كلمه، انسان ما عندوش كلمه، دونك كيفاش تعمل معاه؟ كيفاش تعمل انجاجمون؟ كيفاش؟ ما تنجمش تاخو على كلمه، تولي انت بيرتوربي، تولي انت ايزيتي في كلمه، دونك ما فماش كونفيونس. اذا كان انت ما عندكش كلمه ما نجموش نحكيو على الكونفيونس، كل شيء مربوط ببعض، هو يعني بروسيسوس كامله فهمت؟ اذا كان انت ما عندكش كلمه يعني انت ماكش صادق، يعني انت معناتها ما نجمش واحد ياخو على كلمك يخاف منك، دونك ما فماش كونفيونس، دونك تولي المعامله مع بعضنا تولي فيها شك، اذا كان فيها شك ما نجموش نوصل حتى شيء. من الناحيه الاخلاقيه تو هل يعقل واحد يعطيك موعد مثلا 8 يجيك 9 ونص ولا 10؟ والله هي اخلاقيا لا، اما بتاتر في حاله واحده الانسان ينجم يتسامح، ممكن السيد هذاك مرض ولا عنده عبد مريض ولا جات كا صعيبه ولا مثلا في كهرباء تحت طومبان ولا حاجه. ثم استثناءات بيان سور سا بو اريفي لكل انسان فهمتني، مي اللي باش يتعمد هذيك مش خاطر شو انسان يعطيك رونديفو ما يجيش فيه يعطيك صوره على شخصيته،
كاينه مستهتر، كاينه اني با سيريو، كاينه ما يحترمش، فهمتني؟ يعطيك صوره على شخصيته. لازمك انت كي تعطي كلمه للعبد تكون قد الكلمه هذيك، خاطر سبحان الله واحد عنده ما يعمل، واحد معمل على الرونديفو هذيك، واحد جايك فرحان متفائل سبحان الله، موضوع نتاع خدمه باش يحلوا مشكله في حياته، فهمت؟ ماذا بينا احنا نعرفك باش نعيشوا مع بعضنا، باش نعيشوا بالكدا لازم نفهموا بعضنا ونحترموا بعضنا، الاحترام راهو لازم. يعني حتى من الناحيه الاخلاقيه ما تجيش. وي بيان سور، الاخلاق شنو هي الاخلاق؟ لازمك تحترم غيرك، لازمك تراعي ظروفه، لازمك تكون في المستوى معاه. اش معناتها انت تقول لي باش نجي العشره ولا ما تجيش جمله؟ هاك طلعت كذاب وما عندكش شخصيه وماكش محترم وبرشا حاجات اخرين خايبين ما نجموش نقولوهم.